يا رانيا، يا شلتش عامل ايه؟ رزقت رزقت يا رانيا، رزقت بفلوس ايه دي يا شلتش؟ مصلحة كده عملتها الحمد لله بجد والنبي؟ والله ما عارف اعمل بيها ايه. الحمد لله رب العالمين، حلوين الحمد لله، ده رزقنا ورزق العيال الحمد لله. ايه الاخبار؟ هتعمل بيهم ايه؟ مش عارف، ايه رأيك؟ بصي، هو مش هينفع نسيبهم هنا في البيت، لو سيبناهم هنا في البيت انت فاهم كل شوية هناخده شوية مش عارف ايه هيخلص، اكيد هيتصرف. احنا نعمله بيهم مصلحة. مش عارف يا رانيا، والله انا رايي كده. طب بصي انا هاخد رأي امي الاول وبعد كده نشوف الموضوع ده. هتاخد راي امك؟ هكلمها ضروري لازم، انت عارف ما اعرفش اخد قرار ده لوحدي. طيب اما حبيبي عامل ايه؟ وحشتيني يا حبيبتي، اخبارك؟ بصي شايفه الرزق ما شاء الله ما شاء الله حلوين. ده رانيا كانت بتقول ان انا اشتري بيهم ذهب وعشان الذهب بيغلى. ذهب لمين؟ لا دي تبقى الفلوس متشاله في ذهب، يعني عشان لما يغلى وكده ما يخسروش. رانيا بتقول لك هالذهب؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه بعد قولي. طبعا فلوس يعني. خلاص خلصت معايا كده، سامعني؟ بلا رانيا بلا بتاع بلا ذهب. خلاص يلا، هي عايزه تصيغ نفسها. ها اجري 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 يا جوز رانيا، قوم يا حبيبي. يا امي انا والله العظيم، والله العظيم ايه؟ كلمتك على راسي والله. هشيلهم لك يا حبيبي مع اللي اتشرب قبل كده. عارف عارف. بلا ذهب بلا بتاع بلا رانيا. حاضر يا ماما. قوم يا اخويا قوم قوم، روح كل مع رانيا. اجري اجري. حاضر يا ماما. اجري يا رانيا اهي. خيبه. في ايه يا شاشة؟ امي حطت الفلوس في الامانات. يعني ايه امك حطت الفلوس في الامانات؟ خدتهم قالت لي هشيلهم لك مع غيرهم كالعاده. وانت ايه ايه شخص دي؟ ايه رديت قلت ايه يعني؟ انا اقدر اقول لها حاجه دي امي. امك؟ بص يا شادي، امك على عيني وراسي، اي حاجه تعوزها انا معاك فيها واعملها لها وعلى عيني وراسي، انما تتدخل في اموري وامور بيتي لا. سمي برضو كلمتها لازم هي اللي تمشي. تمشي تمشي في بيتها، تمشي لو طلبت مني اي حاجه من عينيا، انما تمشي في اموري لا. لازم امشي كلام بس يا شادي، لازم تمشي كلام ماما. طب بعد اذنك بقى انا هتصل ببابا. هو بابا ماله؟ ايه اللي بابا ماله؟ بابا يجي يشوف اللي انا فيه، يجي يشوف. الفلوس فلوس. ما انت ما انت لما جيت اتجوزتني حطيت ايدك في ايد بابا، ما حطيتش ايدك في ايد ماما. انت دلوقتي بتكلمني عن ماما. انت زعلانه ليه؟ ايه اللي زعلانه ليه؟ دي فلوس عيالي، ده رزق فلوس عيالي ورزق بيتي. وامي مش هتضيعهم ولا هتصرفهم، امي شايلهم لي عشان ابقى انا احسن. انا عمري ما عمري ما يعني انا اللي هضيعهم لك يا شادي؟ لا مش انت اللي هتضيعهم، انا ما قلتش كده، بس انا بقول لك ان امي شايلهم لي. تمام، مفيش مشكله. مفيش مشكله. مش انت لما جيت اتجوزتني يعني حطيت ايدك في ايد رجاله، انا هجيب لك الرجاله، ولو الرجاله قالوا هم مالهم؟ دي فلوسي واديتها لامي، انت زعلانه ليه؟ مفيش حاجه اسمها هم مالهم، ده بيتي ده بيتي. لا ده بيتي انا. معلش بقى، هتصل ببابا وبابا يجي لي ويشوف ده بيت مين. انا ما اتجوزتش امك، انا اتجوزت شادي. ايه اللي انت بتقولي ده؟ معلش معلش، انت مش عاجبك كلامي؟ معلش. انا اللي ما يعجبنيش غير كلام امي. كلام امك. تمام. الو، افتح السبيكر سامعيني وبيقول ايه؟ عايز اسمع انا كمان. ايه يا بابا، انا عايزاك يا بابا. في ايه؟ في ايه يا رانيا؟ بس انا عايزاك تجي لي ضروري. طيب يا بنت انا جاي اهو. ماشي يا بابا. السلام عليكم. السلام. ايه يا بابا؟ سلام ورحمه الله وبركاته. تعالى اتفضل. ايه يا شادي؟ اقعد يا حاج اقعد. انت مش جبتي ابوكي؟ انا كمان بقى احضر امي. يا ماما ماما. ايه يا شادي؟ تعالي يا ماما. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج، عامل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي يا بابا انا لما ماما بتعوز مني اي حاجه بعملها لها على راسي، ولو هي اشتكت مني تشتكي لك قدامي، انا ما بغلطش في ماما خالص، لكن يرضيك ان هي تتدخل في حياتي؟ لا. في بيتي؟ لا. في عيالي؟ في رزقهم؟ لا. دخلت في ايه انا؟ انا دلوقتي جاب قرشين فقلت له نعمل بيهم كذا وكذا وكذا، جاي يقول لي اصل ماما مش موافقه.
ما لازم يشورني يا حبيبتي، مش عايزاه يحرق يقول حاجه لامه، عايزاه يخبي عليا اي حاجه. يا ماما يشورك بس ما تاخديش انت الموقف، احنا نقعد ناخدوه كلنا مع بعضنا، ناخدوا قرار كلنا مع بعضنا، مش ان انا اقول عليه انت تلغيه. ما ينفعش يا ماما. انا امه يا ماما، انا لما جيت اتجوزت ما اتجوزتش امه، انا اتجوزت شادي. بس انت عارفه ان انا ان هو قاعد معايا، قاعد معاكي على عيني كلامي. انا قصرت معاكي، انا عمري غلطت فيكي، انا عمري طلبت مني حاجه وما عملتهاش. وانا قصرت معاكي ولا غلطت فيكي؟ ماشي يا ماما، بس ما تحددليش مصيري وقراري وجوابك. فلوسي وامي هتعرف تكبرها لي. فلوس ابني هي فلوسي، لما اخدها اشيلها معايا المشكله. انا جيت جنبك في ايه في كده؟ انا تعبت منكم، تعبت منكم. انا عملت لها ايه دي عشان تعيط؟ الفكره يا جماعه ان لازم كل واحد يكون له راي خاص بيه، والراجل في بيته مش راجل بامه، ماشي؟ الراجل بشخصيته، فما ينفعش انت تاخد قرار خاص بيك في بيتك وترجع لامك. مراتك لها حق عليك ولها راي برضه معاك ولها احترامها ولها تقديرها. انت بقى ابن امك، لكن ما يمنعش انك تاخد راي امك، بس في الصح برضه. مش تدي مرتبك كله لامك، لا، البنت ديت اللي هي الزوجه زوجتك لها حقوق عليك شرعيه، لها حقوق شرعيه في بيتها، وهي مملكتها، هي مملكتها ديت اللي هي عايشه فيها. ما ينفعش تدي السلطه كامله لامك، امك على عيننا وعلى راسنا، لكن ما ينفعش تدي السلطه كامله لامك. وفي يا جماعه الفكره وصلت لنا كده، واحنا يعني على قد ما قررنا نعملوها. ومعاكم رنا تقول كلمتين. بصوا يا جماعه، الزوجه ليها راي والام ليها راي، بس لازم في الاخر بيبقى تحديد قرار، مش الام اللي تاخد قرار بيبقى على حساب بيت ابنها، او على حساب ان هي تخرب بيت ابنها وتخرب له حياته. لازم تشور الزوجه. مش عيب على فكره، مش عيب ان انت تروح تاخد راي مراتك. جايز هي شايفه حاجات في البيت انت مش شايفها، انت بتبقى طول النهار بره بتشتغل ومش شايف بيتك، لكن هي بتبقى شايفه وعارفه ايه اللي البيت محتاجه. وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا. يا جماعة ما ينفعش الأم على العين وعلى الراس أو الحما على العين وعلى الراس، بس ما ينفعش تدخل تسيطر على حياة ابنها بحيث إن تلغي شخصيته قدام عياله قدام مراته. ما ينفعش، هو خلاص اختار حياته الشخصية يعيش فيها. ما ينفعش الأم تتدخل بحيث إنها تخرب بيته أو تسيطر عليه أو تسيطر على مراته، كده غلط. فما ينفعش على فكرة. خلصت القول؟ اوعى تبقى شريطها، اوعى تبقى شريطها، انت ليك شخصيتك وبيتك. شكرا.